حياكم الله مشاهدينا من جديد وحوار جديد، حوار المساء وعن العيد والذبائح. العيد على الأبواب وكل الأسر تستعد له طبعا بشكل أكيد. هذا العيد يحمل عيد الأضحى نكهة مختلفة وله استعدادات خاصة، حيث تستعد أسواق المواشي والمقاسم لهذا العيد ومواجهة بعض الممارسات السلبية التي تسرق بهجة هذا العيد. عن الأضاحي وتسعيرتها واستعداد مقاصد بلدية الشارقة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ إبراهيم الرئيس، رئيس قسم السلامة والتفتيش ببلدية الشارقة. قبل طبعا الخوف في هذا الموضوع أستاذ إبراهيم، يعني أول شيء نقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير صحيح. ومشكورين على معاونتكم اليوم لنا في إعداد التقرير. سلام عليك. لذلك نحن اليوم إن شاء الله بنبدأ أول شيء بالتقرير ثم نعود للحوار. إذا مشاهدينا إلى تقرير أعدنا لكم عن العيد والأضاحي ثم نعود لحوارنا. تشهد أسواق المواشي في الدولة وفرة في أضاحي العيد، والتي تدفع بالمستهلكين على الإقبال وشراء الأعداد المطلوبة المخصصة منها للذبح، سواء كأضحية أو لإعداد الولائم المتعلقة بعيد الأضحى. تجار ماشية أكدوا توافر كميات مناسبة من الأضاحي بأسعار متفاوتة بناء على النوع والحجم، منها الهندي المطلوب بكثرة في الفترة الحالية لغياب الجزيري، ثم المحلي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في ظل توقعات أن يصل سعر الأضحية من النوع المحلي إلى 3000 درهم والهندي إلى 1500 درهم، مشيرين إلى وصول شحنات جديدة من الماشية إلى السوق باستمرار، الأمر الذي يسهم في المحافظة على استقرار أسعار المواشي ووفرتها لسد الطلب المتزايد عليها خلال موسم العيد. أنواع كثيرة الحمد لله، في 3-4 أنواع عندنا، في موجود الهندي، موجود النجدي، موجود النعيمي، الأسعار مختلفة، يبدأ مثلا من 500 درهم وطالع. كثرة الذبائح الموجودة لأن عرض الطلب يتقل على الموضوع متوفر، نعم، بس بعض أنواع مثل النعيمي والنجدي وهذا غالي، يعني 1600 1700 1800 درهم على حسب جزمة. أما بالنسبة للهندي مثلا والباكستاني والأمور هذه كان يبدأ من 500 650 700 800 900، يعني على حسب الوزن والعافية الجزمة الذبيعة، على حسب ما أشوف يعني من خلال الثلاثة أيام الماضية لليوم أشوف عليه إقبال، ما دام موجود إقبال بعد أنا في متناول الجميع. من جهتها بلدية مدينة الشارقة نظمت عدة معارض تثقيفية للتعريف بمخاطر الذبح خارج المقاصب وكيفية اكتشاف الحيوانات المصابة بالأمراض والوقاية منها، وأوضحت أن مسالخ البلدية تتميز بتجهيزات وخدمات حديثة بجانب تطبيقها أفضل المقاييس العالمية، بالإضافة إلى حرصها على توفير لحوم سليمة للمستهلك وضمان بيئة نظيفة من خلال معايير صحية دقيقة ومتطورة لمراقبة اللحوم المذبوحة محليا في كافة مراحل الإنتاج وتقديم خدمات مطابقة لكافة المواصفات والشروط الصحية. أستاذ إبراهيم، أنتم كبلدية طبعا يعني تقومون بعمل شاق جدا في هذه المرحلة بالذات، كيف تستعدون داخل وخارج المقاصب والسوق لهذه الأضاحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البلدية جهزت كل الأمور من خارج السوق ومن داخل السوق ومن خارج المقصب ومن داخل المقصب. البلدية وفرت مواقف خارج السوق ومواقف داخل السوق لكبار السن وللنساء، وخارج السوق للعامة يعني. نعم. ونظمت العملية ونسقت مع دار اقتصادية لتحديد الأسعار أساس ما تصير تجاوزات في الأسعار. بالنسبة للأسعار. بالنسبة للأسعار. نعم. إنزين، بالنسبة للأسعار كيف ما يتم في تجاوزات وكيف تتم عملية التسعير؟ خذوا استبيان، دار اقتصادية خذوا استبيان من التجار، نوع الذبيحة الهندي أو الصومالي أو المحلي، من إلى تراوح الأسعار ما بين من إلى. نعم.
يعني اساس ما تصير تجاوزات على اخر يوم ليوم عرفه، تصير تجاوزات لتكون الاسعار مبالغه. زين الاسعار هذه يعني عمليه التسعير نفسها هي تكون نفس الاسعار اللي خلال الايام العاديه ولا ترتفع بشكل قليل على؟ لا ترتفع بشكل قليل، ترتفع لانه هو يعتبر موسم للتاجر. نعم. فترتفع بشكل قليل. اوكي طيب عفوا، الممارسات الخاطئه اللي يتم رصدها خلال ايام الاضحى طبعا فيما يخص الذبائح تحدثنا عنها بشكل اكبر. طبعا في ناس القصب العشوائي. نعم. وهذا ممنوع في البلديه. اللي هو القصب العشوائي. العشوائي لان اليوم تعرف الذبيحه لها شريعه اسلاميه ولها امور صحيه طبعا، فهي مصير الطريق العشوائي في الاماكن غير مخصصه للذبح فهي امور صحيه يعني وتكون ضاره للناس طبعا. طب هذه يعني لكن في ممارسات وترصد مخالفات يعني فيها في لها غرامات في اليه متابعه في الاشخاص في اليه متابعه له وفي فريق متابع للامور هاي. نعم. هل ياتيكم مثلا اخباريه من اشخاص موجودين او ساكنين في اماكن معينه؟ طبعا هي عمليه ذبح نحن ناخذها عن طريق التفتيش. نعم. عن طريق التفتيش وعن طريق الخط الساخن اللي هو 993. نعم. عن طريق التفتيش وعن طريق الخط الساخن. يعني في مشاركه من الجمهور؟ نعم. في من الجمهور عن طريق البلاغ عن طريق الخط الساخن. طيب قبل أن ندخل في هذا الموضوع او ان مثلا أن في غرامات في كذا، هل هناك عمليه تثقيفيه على شكل معارض او يعني ندوات او مثلا اللي يسمونها مثلا اوراق عرض للعامه داخل المذابح او قبل حضور العيد؟ طبعا البلديه قبل العيد تقريبا قرابه الشهر توعيه للجمهور. نعم. مخاطر الذبح العشوائي اللي قاعد يصير. طبعا الناس تعودت على النظام القديم الذبح القصابي للبيت والامور. طبعا الحمد لله الحين في توعيه عن طريق جميع وسائل الاعلام الحديثه. نعم. ففي توعيه للجمهور. طب ما الذي يميز المذبح عن الذبح داخل البيت؟ اليوم المقصب في ناس مختصه. نعم. في مكان نظيف مهيئ للذبح، في فحص بعد الذبح لان في بعض الامراض ما تطلع الا وقت الذبح. يعني الان في هناك يعني اطباء في اطباء مختصين بالامور هاي. وعمليه الفحص كيف تتم؟ عمليه الفحص في قبل الذبح وفي بعد الذبح. في بعض الامراض مثل ما قلت لك يعني مثل ما فهمنا من اخواننا في اداره الصحه تطلع بعد الذبح. نعم. تبين معاهم بعد الذبح. طب في حال المخالفات انت قلت في عقوبات؟ في عقوبات. في عقوبات. وفي حال مثلا وجد احد المشترين ان هذه الذبيحه اللي ذبحها فيها مشكله، شو اللي يتبع مباشره؟ طبعا بعد التنسيق مع اخواننا في الاداره الاقتصاديه اي ذبيحه غير صالحه غير سليمه صحيا تطلع رساله من الصحه اذا من المقصب نفسه ويتم استرجاع المبلغ. يتم استرجاع المبلغ او يبدل مثلا بذبيحه اخرى في نفس على حسب الشخص. نعم. يبغى يبدل او يسترجع مبلغه. من حقه لان عنده تقرير طبي من المقصب نفسه انه يستبدل او يرجع المبلغ الخاص فيه. طب كيف الممارسات داخل، هل تسمحون للاشخاص نفسهم انهم يقومون بعمليه الذبح؟ في بعض الناس انه يقول لك مثلا انه هذه اضحيه لي خاصه فيه فانا اريد ان اذبحها بنفسي حتى اخذ الاجر كامل، شو وجهه النظر؟ طبعا احنا ما ننصح بهالامور هاي لان الشخص اللي بيذبح ما عنده خلفيه 100% عن امور صحيه. نعم. انت اليوم ممكن تذبح في البيت لكن هل انت متاكد؟ هل ممكن انه يذبح داخل المقصب نفسه؟ داخل المقصب لا ما يقدر، ممنوع انه يتواجد داخل منطقه الذبح. ممنوع. اي نعم. طب آلية الذبح اللي تتم الان يعني كيف تعامل هذه الخرفان؟ في مجموعات ولا يدخلون بشكل فردي ولا كيف؟ لا شكل نظام منظم الحين لان هي ايام العيد المقصب يفتح مقصبين داخل. نعم. نظام بالنظام بالدور. نعم. توزع ارقام بالخارج طبعا تفتيش البلدي ينظمون العمليه بالخارج مع الشرطه. نعم. بالنظام على مقصبين. صح. داخل المكان. نعم. زين نحن معنا تليفون، بناخذ تليفون مشاركه ايضا من الخارج. معنا على الهاتف الاستاذ محمد جلال الريسي مدير اداره الاتصال وخدمه المجتمع في جهاز ابو ظبي للرقابه الغذائيه واللي كان معنا ايضا في حلقه سابقه، حياك الله. الله يحييك اخوي عبد الله ومسي عليك وعلى ضيفك الكريم اخ ابراهيم المشاهدين. الله يحفظك يا رب، كيف صحتك؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله، الله يعيد علينا وعليكم الصحه الجميع. جهزتوا الذبايح ولا بعدكم؟
الذبائح جاهزه طال عمرك. في البيت ولا في المقصد؟ احنا في المسالخ طال عمرك. الله يحفظك يا رب. استاذي الكريم، نبي نعرف عندكم يعني كيف يتم الاشراف على هذه المقاصب والمسالخ اثناء فتره عيد الاضحى المبارك؟ ايضا احنا تكلمنا عن الشارجه، نبي نتكلم شويه عن العاصمه ابو ظبي. نعم، طبعا اكد على الرسائل اللي ذكرها اخونا، لان احنا في النهايه يعني نمثل يعني جزء اساسي من المجتمع. نعم. كوننا مسؤولين عن امانه او صحه يعني الذبائح، لابد ان كذلك نوجه رساله واضحه للجمهور ان يتجهون دائما للمسالخ. نعم. ومثل ما ذكرت ابو ظبي كذلك يعني استعدت خلال الفتره الشهر يعني بدايه الشهر تقريبا الماضي بحملات توعويه مختلفه على مستوى وسائل الاعلام المختلفه. مدى تاثير هاي الحملات الاجتماعي. ما مدى تاثير هذه الحملات؟ طبعا احنا نلاحظ خلال السنوات الماضيه كل سنه نلاحظ ان توجه الناس الى المسالخ افضل واكثر. نعم. اضافه الى ذلك ان نلاحظ ان يعني الناس بدات يعني تنتبه لنقاط يمكن ما كانت تنتبه لها، خاصه في ان المسالخ البيئه مجهزه، هناك طبيب بيطري ممكن يعرف اذا هاي الذبيحه فيها امراض لا قدر الله ولا شيء. كذلك ايضا التخلص من يعني الاشياء الزائده بطريقه صحيه. نعم. مناسبه للبيئه. اضف الى ذلك ايضا طريقه الذبح الشرعيه انسب وافضل، وتاريخ الشخص اللي يعني القصابين خاصه الجوالين ما يكون معروف من ناحية صحية وغيرها، فلا قدر الله ممكن يسبب مشكلة للعائلة أو للأهل من خلال وجود يعني وجود مرض ولا شيء لا قدر الله عنده. أستاذ الكريم، في عندي توضيح لو بس أن نحن نوضحه أيضا للمشاهدين على مختلف الجنسيات ومختلف الثقافات، المفارقة بين الذبح الإسلامي والذبح اللي هو عن طريق الصعق أو ما أعرف شو يقتلون ولا شو يسوون بعد أشياء أخرى كهربائي. يعني نعم، يعني شو المفارقة؟ ليش الذبح الإسلامي وحسب الشريعة الإسلامية هو أفضل أنواع الذبح؟ طبعا هناك يعني نواحي علميه وهناك نواحي شرعيه. النواحي العلميه كونه يعني خروج الدم والاشياء هذه تنقيه للجسم من الامراض لا قدر الله ومن الاشياء الجراثيم الموجوده منه بشكل افضل. نعم. وكذلك من ناحيه يعني من ناحيه ايضا شرعيه من ناحيه الشريعه، هذا النمط اللي احنا او المواصفات اللي وضعتها دوله الامارات خاصه لما احنا نستورد ذبائح من خارج الدولة. الحمد لله. فالمواصفات من ناحية وأيضا من ناحية الناحية الشرعية تناسبنا بطريقة، ولا شك أي شيء ربنا أمر فيه إن شاء الله يكون الحمد لله مناسب. وطبعاً لصحتنا الناس طبعا أكيد تلاحظ أن في استسلام كامل لعملية الذبح من هاي الثروة الحيوانية أثناء عملية الذبح بالطريقة الإسلامية الحمد لله. زين، الان انتم هل يتم رصد اي مخالفات بعد يعني حملات التوعيه على غرار هذه السنين خارج المسلخ، وكيف تتعاملون وياها؟ نعم، احنا طبعا هنا في ابو ظبي نختلف قليلا يعني عن الاخوان في بلديه الشارجه. عندنا اداره الصحه في البلديه هي اللي تقوم بدور التفتيش خارج اطار المؤسسات الغير مرخصه، فهي اللي تتابع القصابين الجوالين المتجولين الموجودين في اماكن مختلفه. احنا نتابع ايضا المقاصد الموجوده، نتاكد انها ما تذبح طبعا، لان ما يمنع ذبح اي ذبيحه خارج طبعًا المسلخ طبعًا. كذلك احنا نفتش على المسالخ الموجوده في اماره ابو ظبي بشكل عام. احنا نراقب البلديه اللي هي مسؤوله عن المقاصب هذه، ونشرف على الشركات اللي هي ماسكه الذبح في هذه الاماكن. نعم. حتى نتاكد ان الجميع ماشي على الاشتراطات الموجودة المطبقة. ربي يحفظكم إن شاء الله يا رب. كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير ويعطيكم الصحة والعافية يسلم على برامجكم المفيدة. الله يسلمك ويعافيك إن شاء الله. شكرا للأستاذ محمد جلال الرئيسي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. ونعود للأستاذ إبراهيم الرئيس. مثل ما شفت طبعا عمليات التوعية يعني على قدم وساق في كافة أنحاء الدولة، وأيضا هناك مراقبة شديدة، ولكن هناك بعض المخالفات، ولكن الحمد لله قليلة وليست مثل السابق. إذا نحن حبينا نتكلم أيضا عن الجهات اللي ما نقدر نحن نستغني عنها، في كثير من الجهات اللي نسقتوا معها البلدية خلال فترة العيد، نبي نعطيها حقها بعد ونذكر هذه الجهات وشو اللي قدموا لي لهذه الفترة بالذات. طبعا أنا أحب أشكر القيادة العامة لشرطة الشارجة على تعاونهم وتواجدهم الدائم معنا، والدار الاقتصادية بالشارجة، وإدارة الجنسية والإقامة، وزارة العمل،
وكل واحد له دور ما شاء الله. ما شاء الله الجميع يتكاتف لمصلحة المستهلك. لأن تعرف عندك يعني أنت عندك ناس مخالفين هي اللي نحن نعتبر مثل الباع المتجولين هي الذباحين. نعم. ما تعرف أنت هذا اليوم عنده إقامة ما عنده مخالف للقانون والأمور هاي كلها. ففي متابعة حثيثة. في متابعة نعم من كل جهات من العمل من الجنسية والإقامة من البلدية من الشرطة متواجدين المنطقة كلها من ما يقولون. نعم. طب إذا الآن إحنا بغينا نقول كلمة أو إرشاد أو توعية من خلالك للمشاهدين الآن قبل ما يبدأ مي العيد إن شاء الله. طبعا أنا أتمنى من الجميع الصحة والعافية للجميع. آمين. وأتمنى منهم يلتجهون للمغاصب اللي هي مصرحة وصحية أكثر. نعم. لسلامة الجميع. وأنتوا ما قصرتوا. طيب الله يحفظك يا رب. نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله قصرتوا على تواصلكم الدائم وتوضيح الصوره الاكثر للجمهور. سلام الله يحفظك يا رب. نحن هذا دورنا وهذا اقل ما نقدر ان احنا نقدمه ان شاء الله. يعطيكم العافيه. نشكر اذا الاستاذ ابراهيم الرئيس رئيس قسم السلامه والتفتيش ببلديه الشارقه. مشاهدينا كل عام وانتم بخير. انا بتم اقولها لين ما العيد ان شاء الله ونلتقي معكم في العيد في حلقه مختلفه باذن الله. انتظرونا بعد الفاصل لدينا المزيد في مساء الامارات.